أهلا بكم مشاهدينا. مبادرة أمير الكويت للوساطة بين الفرقاء الخليجيين لم ترى النور حتى الآن بسبب السلوك المتعنت لدول الحصار. الكلام لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية وعقب توقيع اتفاقيات بين قطر والأمم المتحدة على هامش منتدى الدوحة 18، أكد أن بلاده منفتحة لحوار بناء مبني على الاحترام، حوار على الاحترام المتبادل ورؤية مشتركة لجوهر الخلاف الذي تتحدث عنه دول الحصار. لكن تلك الدول لم تقدم أي شيء أو دليل ملموس كما قال. فيما يخص الأزمة الخليجية، أبدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعمه للوساطة الخليجية لحل الأزمة الراهنة. الدوحة تستعيد سيرتها الأولى، فتجمع أصحاب القرار والتأثير في منتدى يعكس رسوخ علاقاتها وتشعبها. تعددت موضوعات النقاش وتنوعت. نحن منفتحون لأن يكون هناك حوار. لا تخفي الدوحة في كل محفل رغبتها بحل الأزمة الخليجية، حل يدعمه الأمين العام للأمم المتحدة. نحن ندعم الوساطة الكويتية دعما كاملا ونعتبرها الأداة الأكثر مصداقية وموثوقية لأجل حل هذا الوضع. كذلك كنا نثمن مبادرات دول مختلفة مثل الولايات المتحدة في هذا السياق. الاستيطان والتهويد والتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وجمود عملية السلام مواضيع نوقشت في عدد من الجلسات، وكبير المفاوضين الفلسطينيين وجه بأسئلة حول ما تفعله السلطة في رام الله. استراتيجيتنا تقوم على الثبات على الموقف والصمود وبناء المؤسسات ودعم شعبنا وتوفير التعليم والصحة والتنمية والبنية التحتية اللازمة لتمكينه من البقاء على أرضه في الضفة الغربية والقدس وغزة. تزايد أهمية الغاز كطاقة نظيفة كان من المواضيع المطروحة أيضا، وكذا تحديات التجارة العالمية زمن الحمائية وتصاعد الشعبوية والإرهاب والصراعات الدامية في العالم. أما العراق فنقل صورة عن مآسي الأزيديين والأقليات. ما يوم تم الاعتراف بهم كمواطن من الدرجة الأولى والثانية من قبل العراق ومن قبل كردستان، شو هذا كانت رسالة للحكومة العراقية الجديدة ولحكومة كردستان أنه نحن مضطهدين. حتى قبل داعش مرينا بالكثير من الإبادات. هو منتدى عالمي جمع أهل السياسة بخبراء الاقتصاد ومسؤولي الطاقة بالمدافعين عن البيئة، ونوقشت تحديات كالإرهاب والهجرة والتمييز العنصري وقضايا المرأة وغيرها، لتشكل مجتمعة عنوانا اختاره المنظمون: صنع السياسات في عالم متداخل. سلمان النجار، التلفزيون العربي، الدوحة. من الدوحة معنا الإعلامي القطري جابر الحرمي، ومن الكويت حسين جمال الصحفي الكويتي. سيد الحرمي، احتلت الأزمة الخليجية جانبا مهما من أعمال منتدى الدوحة 18، هل تأمل قطر أن ترى أي صدى للدعوات المتكررة على لسان الأمير ووزير الخارجية وأيضا المتحدثين الدوليين لدعواتها للحوار لحل الأزمة الخليجية، أم أن هذه الدعوات سيتم تجاهلها من قبل دول الحصار كما جرت العادة؟ أولا، موقف قطر لم يتغير منذ اليوم الأول لافتعال هذه الأزمة من قبل الدول الثلاث زائد مصر، وهو الجلوس على طاولة التفاوض واتخاذ مسار الحوار لغة لإيجاد حلولا لكل ما هو مختلف عليه، سواء كان من طرف هذه الدول الثلاث أو حتى من قبل قطر التي أيضا لديها تحفظات تجاه هذه الدول وتدخلاتها طوال السنوات الماضية في الشأن الداخلي القطري. جاء هذا المنتدى ليشكل أيضا فرصة للتذكير بأهمية إيجاد حل لهذه الأزمة التي تعصف بمسيرة مجلس التعاون لأكثر من عام ونصف، والتأكيد على أن وساطة الكويت هي الركيزة الأساسية لأي تحرك، وقطر أكد
زادت إيمانها القوي بالمساعي الكريمة التي يقوم بها سمو الشيخ صباح الأحمد منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة. وبالتالي قطر لم يتغير موقفها كما أشار سمو الشيخ تميم، وكما قال أيضا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن اليوم. لكن السلوك المتعنت لدول الحصار ورفضها الدائم والمتكرر للجلوس على طاولة التفاوض هو الذي أدى إلى يعني عدم الوصول إلى حل لهذه الأزمة. في هذه المرحلة اليوم دول الحصار بعد أن ضيق عليها الخناق تحاول القفز وتحاول افتعال أزمات من خلال إطلاق تصريحات مختلفة مرة. سأسألك عن هذه التصريحات بعد قليل سيدي الحرمي. مرة نعم. الحديث سأسألك عن تصريحات دول الحصار وهي كثيرة خصوصا على تويتر. سيد حسين جمال، الكل بات يتحدث أيضا ويكرر المواقف نفسها تقريبا في التعويل المستمر والمتواصل على الجهود الكويتية، لكن هذه الجهود لم تؤتي ثمارها حتى الآن. هل من جديد في هذه الجهود؟ الجديد أن يعني بالرغم من أننا وصلنا إلى يعني تقريبا أبواب موصدة لا توجد حلول، الهوى أصبحت كبيرة، ومثل ما نقول في الكويتي الشق عود، الفراق كبير، لكن لا يوجد أمام دول مجلس التعاون الخليجي إلا الجلوس على طاولة الحوار. يعني سمو الأمير في القمة الأخيرة أكد بأن الحل للأزمة الخليجية أن يجلس الفرقاء على طاولة واحدة، الكويت تفتح أبوابها، هي وسيط نزيه تريد أن تحل هذه الأزمة، ويجب احترام سيادة الدول. لا يمكن لدولة أن تفرض إرادتها على دولة أخرى وبعدها نصل إلى حل. أما إطلاق التهم من هنا وهناك لن تصل إلى حل. هل تقدمت الكويت بأفكار محددة سيد جمال؟ بالأمس تحدث السيد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي عن أجواء إيجابية سادت في القمة الخليجية قبل أيام لاحتواء الخلاف مستقبلا. هل يتحدث عن أفكار محددة أم لا، كلام عام وتفاؤل عام لطالما عبرت الكويت عنه؟ الكويت متفائلة، هذه نقطة نضعها على الجانب. لكن نعم، القمة الخليجية دعوة قطر، سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم، وحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية، هذه خطوات إلى الأمام. نعم، نفهم جيدا بأن الخلاف والشقاق كبير جدا ووصلت إلى حدود لم تصلها أي دولة ودولة أخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الكويت لا زالت تتأمل بأن الحوار هو الحل. الكويت تأمل بأن الجميع يأتي، وفي القمة الخليجية السابقة ليست الرياض بل الكويت كانت تأمل أن الجميع يحضر ويضع سمو الأمير خارطة الطريق لحل الأزمة الخليجية. لكن التمثيل كان ضعيفا فيما عدا قطر، ولذلك أنا أعتقد بأن لا زالت هناك بصيص أمل لحل هذه الأزمة، لكن لن يكون الطريق سهلا، هو مليء بالأشواك. يعني بصيص أمل حتى سيد جمال، حتى بعد تصريحات وزير خارجية البحرين سيد جابر الحرمي يقول إنها ليست أزمتنا بل أزمة قطر، ولم نعد بحاجة لوسطاء حتى. يعني ترى البحرين ويبدو أنها نفس رؤية الإمارات والسعودية أن القضية لم تعد تحتاج وسطاء. أعتقد أن تصريحات البحرين دعوها جانب، البحرين لا ناقة لها ولا جمل. سأعود إليك حسين، سأعود إليك، تفضل سيد جابر.
نعم البحرين ليست صانعة قرار في هذه الأزمة. البحرين يؤتى بها اللي تكون فقاعة اختبار تصريحات وزير الخارجية أو غيره من المسؤولين البحرينيين، لا نلقي لها اهتماما في قطر، ونحن نعرف الدور البحريني. هذه التصريحات حقيقة يراد منها ضرب الوساطة الكويتية وضرب الجهود الكريمة للشيخ صباح الأحمد الذي تعول عليه قطر دائما بحكمته وحنكته في إدارة هذا الملف. وكما أشار ضيفكم الكريم من شقيق الكويت، لو أن دول الحصار حضرت في قمة الكويت في ديسمبر قبل الماضي في ديسمبر الماضي لكان هناك أمرا آخر قد حدث، لكن تمثيلها المتدني والضعيف جدا وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ القمم الخليجية أدى إلى تفاقم هذه الأزمة، خاصة مع وجود تصريحات متشنجة من قبل دول الحصار، وزراء خارجية ومستشارون وغيرهم أدوا إلى أن تتزايد هذه الأزمة وأن تصل ربما إلى قاع لم تعهده الشعوب الخليجية في مثل هذه الأزمات. لكن بالرغم من ذلك قطر من خلال مشاركتها في القمة الأخيرة بالرياض تؤكد أنها متمسكة بمنظومة مجلس التعاون الخليجي، تؤكد حرصها على بقاء هذه المنظومة من أجل مصلحة الشعوب الخليجية. شعرت معاوية كما يقال قطر لا زالت متمسكة بها، وإن كان مجلس التعاون أو منظومته حقيقة إلى الآن منظومة غير فاعلة، ليس لها قوة وليس لها حول ولا وتحتاج إلى كما قال وزير خارجية قطر اليوم. نعم سيد حسين جمال في الكويت، هل فعلا تقرأ تصريحات وزير خارجية البحرين التي تحدث فيها عن عدم الحاجة إلى أي وسيط في الأزمة الخليجية أنها صفعة للكويت بصراحة، هكذا تقرأ؟ يعني البحرين لا تستطيع أن تعطي الكويت صفعة، هذا كان للاستهلاك المحلي. البحرين دولة غير مؤثرة في دول مجلس التعاون، ومثل ما قال ضيفكم من الدوحة يعني البحرين ليست الدولة التي ربما تعبر عن دول أخرى. سيد حسين ربما تعبر عن دول أخرى كذلك. قرأنا كما تعرف جيدا ويعرف سيد جابر، قرأنا أصواتا من تلك الدول السعودية والإمارات تنتقد الوساطة الكويتية وتقول إن الكويت تقف مع قطر في الواقع. وهناك الكثير الذين تحدثوا في هذا الإطار، لكن الكويت لن توقفها هذه التصريحات ولن توقفها الكلمات الهامشية هنا وهناك. الكويت تريد مصلحة دول مجلس التعاون، تريد مصلحة الدول، الدول ذات سيادة يجب أن تحترم، حسن الجوار يجب أن يحترم، لكل دولة مصالحها الخاصة ومشاريعها. اليوم دول مجلس التعاون نعم تتكامل إذا تحاور الجميع ووصلنا إلى حل، لكن إذا استمرت الأزمة لن تكون في مصلحة دول مجلس التعاون، لكن لكل دولة لها مصالحها وطريقتها في التعامل وسياساتها الداخلية والخارجية. يجب أن نضع حد لهذه التصريحات الغير مسؤولة يعني من البحرين وغيرها، وأن نبدأ مشوار المصالحة، والمصالحة لا تبدأ إلا بمصارحة بين الأطراف يجلسون على طاولة واحدة والكويت تفتح أبوابها للجميع لأن يجلسوا ونحل هذه الأزمة. هي ليست أزمة كبرى، لكن يجب أن يفهم الجميع بأننا دول مستقلة ذات سيادة، نجلس ونتحاور ونحل مشاكلنا فيما بيننا. سيد جابر الحرمي، بما يفسر في قطر على الأقل هذا التعنت كما وصفه وزير خارجية قطر من دول الحصار بشأن الأزمة الخليجية؟ لماذا هذه الدول تريد استمرار هذه الأزمة؟ ما الذي تجنيه سياسيا على الأقل؟
هناك بالتأكيد خسائر تعرضت لها هذه الدول، لا أتحدث عن الخسائر الاقتصادية التي حسب التقارير تتحدث عن أرقام هائلة، إنما أيضا كخسائر سياسية وكسمعة دولية. اليوم هذه الدول تعاني نزيفا متزايدا من المصداقية، افتعلت هذه الأزمة دون أي مبرر ودون أن تقدم أدلة منطقية لكل الاتهامات التي وجهت. لماذا لا تحلها إذن سيدي حرمي؟ إذا كانت تعاني من نزيف في مصداقيتها، لماذا لا توقف هذا النزيف بحل الأزمة؟ هناك عنادا حقيقيا من قبل هذه الدول. اليوم وضعت نفسها في ورطة، صعدت الى اعلى الشجرة ولا تعرف كيف يمكن ان تنزل. وجهت اتهامات وقطعت كل السبل مع قطر، كيف لها ان تحفظ ماء وجهها امام شعوبها بعد كل هذه الاتهامات الزائفة التي وجهتها الى قطر؟ ماذا سوف تقول وما هو موقفها أمام شعبها؟ تقول أن كل ما تحدثنا عن قطر من إرهاب، من دعم للإرهابيين، من احتضانها للإرهاب، كل هذه التهم باتت زائفة. المجتمع الدولي لم يتقبلها بدليل المشاركة الفاعلة اليوم بالمناسبة طوال هذين اليومين في منتدى الدوحة 18 وعدد من المؤسسات الأممية وب حضور الأمين العام للأمم المتحدة الذين شاركوا بتوقيع اتفاقيات وفتح مكاتب للأمم المتحدة في الدوحة، وهو دليل على المكانة والثقة والشراكة الفاعلة التي تتميز بها قطر مع هذه المنظمات الدولية. وبالتالي اليوم هذه الدول لا تجد لها مخرجا لحفظ ماء وجهها أمام شعوبها، وتعتقد أن بهذه المماطلة قد تجد تنازلا تراجعا من قبل قطر بالنزوح تجاه مطالب هذه الدول. واعتقد ان هذه الدول سوف تنتظر طويلا وربما عقودا من الزمن ولن تجد تراجعا او قبولا باختطاف القرار القطري او بفرض السيادة او بفرض الوصاية على السيادة القطرية. قطر موقفها واضح، لا حل لهذه الأزمة إلا بالجلوس على طاولة التفاوض والحوار والاحترام المتبادل وبالندية كما قالت قطر دائما، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة في هذه المنظومة على حد سواء. نعم سيد حسين جمال، كمراقب محايد أو موضوعي فلنقل، هل ترى أن المحور الآخر السعودية الإمارات فعلا خسر كليا من هذه الأزمة الخليجية ولم تتحقق أهدافه، وأن قطر نجحت بالفعل في كسر الحصار وخطت طريقها بعيدا عن هذه الدول، أم أن في هذا التقييم بعض المبالغة؟ يعني قطر ما في شك اليوم تملك مشروعا متكاملا تتقدم فيه، لكن الكل خاسر في هذه الأزمة، ما في شك الكل خسر سياسيا أمنيا اقتصاديا وحتى اجتماعيا، فرقت الأسر. لكن يعني أنا لدي تعليق، ويعني أعتقد هذا رجاء كل الخليجيين، بأن ما كان في أوروبا ما أكثر مما صنع الحداد، كان خلافا أشد بكثير من خلافاتنا، كانت هناك بحار من الدماء سفكت. اليوم أوروبا تجتمع مع بعضها البعض، في آسيا، في جنوب شرق آسيا، في العالم كله يختلف، لكن في النهاية هناك اتفاقات وهناك شروط وهناك طاولة حوار، والكل لن تستفيد أي دولة من هذا الخلاف، سواء كانت الدول التي تحاصر قطر
الكل بما فيها الكويت والدوحة والرياض والمنامة وأبوظبي وسلطنة عمان، الكل سيخسر إذا استمرينا في هذا المشروع. لن تستفيد دول مجلس التعاون. أنا أعلم جيدا بأن الغرب يريد مصالحه، الدول المحيطة تريد مصالحها ومستفيدة من هذا الخلاف الخليجي الخليجي. البيت الخليجي يجب أن يعود على ما كان عليه مع الحفاظ على سيادة الدول، عدم التدخل وحسن الجوار. هذه أساسات المنظومة القادمة، والكل يجلس على هذه الطاولة ونصل إلى حلول. لن نختلف في دول مجلس التعاون، ويجب أن يعود البيت الخليجي. هذه كانت رسالة الكويت من اليوم الأول إلى هذا اليوم. المشكلة أين هي الطاولة سيد حسين جمال؟ سيد جابر الحرمي في الدوحة هناك من يقول فتحت نعم. الكويت أبوابها لأن تكون هناك طاولة حوار وأن يجلس الجميع على هذه الطاولة. الكويت كانت يعني فاتحة كل أبوابها في هذا الإطار، تريد الجميع وأن يجلسوا. تعالوا نعم. لنجلس على هذه الطاولة ونصل إلى حل. نعم. الخلاف ليس بهذه الدرجة. التصعيد الإعلامي، التصعيد السياسي لن يحل هذه الأزمة ولن تكون في مصالح الجميع. نعم. لنجلس ونصل إلى حل. والكويت أنا أعتقد كما كثير من الدول المحبة للسلام تريد هذه المنظومة أن تستمر كما كانت. نعم. سيد جابر الحرمي، أكثر من مسؤول في دول الحصار يقول إن القطريين يعرفون ما عليهم أن يفعلوه، المطالب معروفة، وهناك في الواقع من يقول إن على قطر أن تبدي أيضا بعض المرونة، لأنها قطر تتحدث بثقة أنها استطاعت أن تتغلب على الحصار، تبرم صفقات، تحصل على شهادات دولية آخرها اليوم من الأمين العام للأمم المتحدة لقطر، وأن عليها أن تبدي بعض المرونة، يعني تعطي دول الحصار بعض ما تطلبه. أنا لا أعرف ما هي الشروط التي يتحدثون عنها، لأن حسب علمي أن هذه الشروط قد انتهت وولت، وأعتقد أن هذه الشروط بكلام هذه الدول أنها قد انتهت، أنها بعد 10 أيام من إعلانها وحسب ما جاء بشروطهم إما أن توافق قطر على هذه الشروط أو أن المدة الزمنية 10 أيام تنتهي وليس هناك شروطا، وبالتالي هذه الشروط حسب ما جاء في شروطهم 13 أحداها أن هذه شروطا انتهى، وبالتالي ليس هناك شروطا. إن كانوا واثقين من مواقفهم لماذا لا يجلسون على طاولة التفاوض ويقدمون أدلة على كل ما يدعون؟ هم رغم مرور عام ونصف لم يقدموا دليلا واحدا على كل الاتهامات، لا إلى أمير الكويت صاحب الوساطة الدولية والنزيهة والمتفق عليها دوليا، ولا إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تدعم هذا الجانب، ولا إلى الطرف التركي، ولا إلى كل الشركاء الأوروبيين الذين أتوا إلى المنطقة. لم تقدم هذه الدول دليلا واحدا على كل هذه المزاعم التي تحدثت عنها عن قطر. كيف يمكن أن يتم حل هذه الأزمة المصطنعة المفتعلة من قبل هذه الدول دون الجلوس على طاولة التفاوض ودون الجلوس على طاولة الحوار التي دعت إليها الكويت الشقيقة؟ ولا زالت هذه الأبواب كما أشار زميلي من الكويت الشقيقة تستقبل وترحب وتؤكد، إلا أن تعنت هذه الدول والسلوك المتناقض والمرتبك لهذه الدول هو الذي يدفع إلى وصول هذا الخلاف إلى هذه المرحلة. قطر نعم لديها استراتيجية، لديها رؤية واضحة، شقت طريقها بعيدا عن هذه الدول، وهي تعتقد أن هناك دولا حدثت بها نهضة وكبرى وتطورا، وهي جزر بالمناسبة منفصلة، ليس لديها منافذ برية وليس لديها تواصل بري. لذلك قطر اليوم
إعادة تشكيل منظومتها الداخلية. الأمر الوحيد المؤلم بالنسبة لنا بالمناسبة في قطر هو الجانب الاجتماعي. نعم. وتفريق الأسر هو ضرب النسيج الاجتماعي في هذه القضية التي تم إنزال هذا الخلاف للجوانب الاجتماعية، الجوانب الأسرية، العوائل التي تضررت، الأشقاء في دولتين منفصلتين تم. نعم. شكرا جزيلا. التفريق، بل أن التفريق وصل إلى الزوجين، وبالتالي شكرا جزيلا. قطر لديها رؤية واضحة في التعاطي مع هذه الأزمة. شكرا لك جابر الحرمي الإعلامي القطري في الدوحة، وأشكر من الكويت حسين جمال الصحفي الكويتي، والشكر الدائم لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا. كونوا بخير.